لسه عم تفكر بنفس الفكرة؟ أنا لهلأ ما عم أفهم ليش ما قتلني المعلم مع مرته؟ وأنا كمان مستغرب هالشي. بظن طلبك الأخير هو اللي أنقذك. طلبي الأخير؟ إيه؟ بتتذكر شو قلت له وقتها للمعلم مشان دفنك وجثتك؟ هذا اللي أنقذ حياتك. المعلم ما بيقتل حدا ميت بالأصل. عن جد؟ أنت هيك رأيك؟ يمكن يكون في سبب غيره، يمكن لأنك ما طلعت مرته مذنبة وكمان دفعت عنها وتحملت كل المسؤولية، تحملت القصة كلها وبرأتها إلها، يمكن هذا السبب. بس أنا برأيي إنه طلبك هو اللي أنقذ حياتك. ما حدا بيعرف شو كان المعلم عم يفكر. خلاص انسى القصة هلأ. إخواتي، لازم نجيب خبر عن بهريزاد. أنا متأكدة إنه أخي مانو مجرم. ولا كلمة، ما تجيبي سيرته أبداً. انسي اسمه بالمرة. ننزع سمعة العيلة وأساء لأخواته. تعرف شو يعني فات على السجن؟ بكل هالعيلة ما حدا مر من قدام السجن حتى. كل الناس عم يسمعونا حكي من ورا هالعملة هي. بس بهريزاد بيضل أخونا بالنهاية. هو واقع بمصيبة كبيرة والمفروض إنه ما ينترك هيك. بيكفي، نحن أخ ما عنا. حتى أنا عم فكر ننشر بالجرايد إنه نحن وعيلتنا كلياتا تبرينا من بهريزاد ومالنا علاقة فيه، وإنه نحن رح نحرمه من كل ممتلكاتنا المنقولة وغير المنقولة. تمام؟ قديش بتتوقع الساعة هلأ؟ هاي تالت مرة بتسألني من الصبح. انتبه لرنة ساعة السجن مشان تقدر تعرف قديش الساعة. سمعت جرس الساعة لما رن على الأربعة، بس ما سمعت جرس الساعة لما رن على الأربعة ونص. لما تصير الساعة أربعة ونص بتسمع. بعدين ليش مهتم؟ ليش شاغل بالك بهالقصة؟ الناس المحبوسة بتصير تشوف الوقت بطريقة تانية، لأنه الوقت يا رفيقي بيركض ركض برات السجن، بس اللي قاعد بالسجن بحس الوقت عم يمشي ببطء كتير. يعني يلي بالسجن بحس الدقايق والثواني عم يمرقوا عليه وكأنهم ساعات. ايه، الوقت بيوقف لما بتكون بالسجن. مثل ما قلت لك بدك تطولي بالك، الله ما عنده إلا الخير. بس كيف بدك يعني طول بالي وأهدى وأخي مسدود بالسجن هيك؟ أنا رح روح وشوف شو وضعه. طيب معناتها ليش ما بتاخدني معك؟ خليني شوفه واتطمن عليه. كراتشي مدينة كتير كبيرة، تتذكري كيف كانت هون مشكلتي صغيرة وكيف تعقدت هنيك؟ هاي قصص كتير معقدة، بدي روح أسأل عليه ودور بأكتر من مكان، وما بدي أتلبك فيكي. وأنا بوعدك إني خبرك فوراً بأي شيء بوصل له. سعيدة، أنت خسرتي أول حمل ونحن تجاوزنا هاي القصة، بس الله أنعم علينا بفرصة تانية. وأنت بتعرفي إنه هذا البكي والزعل كلياته مو منيح لألك وبيأثر على وضعك، فخليكي قوية. أنا رح أطلع بكير وبخبرك شو بيصير معي، لا تقلقي.
ما اجى حدا من عيلتك. اخواتي مانن مبينين، بس صهري واختي كانوا جايين وانا ما رضيت، لانه ما بدي اياهم يشوفوني بهالحاله. خود خلصها وفوت خلينا نتغدى. يسلم ايديك. شو كنت عم تقلي؟ عم بسأل على باريزاد. انا برأيي انه باريزاد اللي حمل عني مصيبة مستحيل يكون مجرم. لا يعني برأيك أنت إنه هو مظلوم بهالقصة اللي صارت؟ باريزاد جوهرة حقيقية، متأكد إنه تورط بهي المصيبة لأنه عم يشيل قصة عن حدا 100%. أبصر شو القصة؟ قال هو بسجن كاراتشي هلأ، وقال إخواته تبروا منه وحرموه من كل شيء. هدول مو إخوات، الإخوات ما بيعملوا هيك أبدا. أي والله معك حق. أنا عم فكر روح زوره بالسجن. من شانه بتروح على كاراتشي؟ ما رح أتخلى عن رفيقي أبدا. أصلي برد قلبك. ليش لا؟ شو بده المحامي؟ بده ياني وقع على اوراق مهمه من شان كل شي تارك لي اياه المعلم. كيف بدي اتعامل مع هالوضع؟ تتعود وبتدبر حالك. انا بكره رح يبتوا بقضيتي. سالني اللي بدك اياه وحاول تستفيد من هالوقت لبكره. ونحن بالسجن؟ ايه أصلاً برا هو سجن أكبر، أما هون مانو سجن، خاصة للأغنياء بيتوفر لهم اللي بدهم إياه. أنا رح أمن لك مبلغ كبير ورح تقدر تعيش هون أحسن عيشة، براد وتلفزيون وكل شي بدك إياه بيتأمن لك هون بالسجن؟ هي لكان الغني حتى بالسجن بيقدر يعيش مرتاح، على عكس الفقير بيعيش معتر بالسجن وبرا. ما بدي شي، أنا طلبت طلب واحد من المحامي، إنه يجيب لي كتب لمعلم، حابب أقرأ شو يلي كان يقرأ. يلا فيروز لعندي. أنا انحكم علي بالإعدام، بس أنا ميت من يوم موت المعلم. ما تقول هيك بترجاك. المعلم وهلأ أنت، كيف رح أعيش لحالي؟ رح تعيش ورح تقوى ورح تدبر حالك. طلع هذا قدري وأنا لازم أتقبله. المعلم كتب بيته باسمك، ترك لك مصاري بيعيشوك وبيعيشوا ولاد ولادك مرتاحين لمية سنة لقدام. بس بديك تهتم بالناس والموظفين اللي كانوا أوفياء، هدول ما دخلهم باللي صار. حاسس إني ماني قد هالحمل الكبير. يا ريت أنا يلي كنت. لا لا تحكي هيك،
أنا هلأ رح يتنفس فيني الحكم، بس قبل بدي منك طلب واحد. فيني أطلب منك باريزاد؟ طبعا أطلب. أنا بدي إياك تجيب أخي وتشغله معك. بعد موتي رح يكون وحيد وما رح يبقى له حدا أبدا. شغله معك ورح يكون وفي، اعتمد عليه وأمن فيه. بترجاك لا تتركني وتروح، أنا ما بقي لي حدا غيرها. أنا بعرف قديش أنت زعلان على خسارة المعلم. ما فينا ننسى الخسارات الكبيرة، يمكن الأيام بتمرق بس الحزن بضل بالقلب. أنا ما عم أفهم كيف شرطية قدرت تخلي المعلم بهروز. المعلم ما انتحر من خوفه من الشرطة، الشرطة ما دخلها باللي صار. الحب يلي وصلوا لهالمرحلة، يلي دمر له حياته للمعلم وقتله هو الحب وقهرته الخيانة. بحياتك ما توقع بالحب. باريزات لهلأ لساته بالسجن؟ رح يطلع، بس خليه شوي ليتعلم دروس الحياة. أحسن مكان لتتعلم فيه عن الحياة هو السجن. بيفوت عليه الإنسان وهو فاشل وبيطلع معه دكتوراه. ما في حدا بالدنيا كلها بيفوت على السجن وبيطلع منه مثل ما فات عليه. الفترة يلي رح يقضيها باريزاد بالسجن رح تطلعه إنسان تاني. الدنيا ما بيناسبها واحد مثل باريزاد، لازم يقوى ويشتد عوده. بليلة شتوية من كانون، وضعت إصبعيها أمام فمها ونفخت وأخرجت من فمها بخار الجو البارد، تصرفت وكأنها تدخن سيجارة وهمية. نظرت إلي وابتسمت وقالت: اسمعني، سأصبح مدخنة، ألن أكون أجمل وأكثر جاذبية حينها؟ فأجبتها حينها: أنت الأجمل الآن، ولا يمكن أن يكون هناك أي جمال أكثر، فأنا لا أتمنى لك أن تدمني على أي شيء كما أنا مدمن عليك، فإدمان الحب هو أقوى أنواع الإدمان. أحاول إدمان الدخان بدلاً من إدمانك لكي أنساك وأتحرر منك، ولكنني اكتشفت أن مدمن الحب هو سجين بحكم مؤبد.
سجين أبدي مع ذكرياته، تلك الذكريات التي لم يتبقى له غيرها لتكون ونيسته الوحيدة والنور الذي يعطيه الأمل في زنزانته المظلمة. سأعيش على ذكرياتك حتى تأتي لحظة الشجاعة، وأحول نفسي إلى رماد وأعيش الراحة الأبدية. يلا أم باريزاد، تعا خلصت محكوميتك. أهلا وسهلا أستاذ. أنا المدير العام لشركات المعلم بهروز ريحان سعيد. بالفترة الماضية كنت عم دير الأمور كلياتها أنا والمحامي. إيه صح، تذكرتك. ليش إجيت؟ جينا لنستقبلك يا أستاذ. المحامي هو اللي خبرني بكل التفاصيل وقال لي إنك طالع، أنت صرت مديرنا. المعلم كتب لك الشركات باسمك. أول شي خدني لحتى غير ثيابي. حاضر، تفضل تفضل. أهلا وسهلا. أنا اسمي كمالي، فيك تعتبرني المسؤول عن أمورك ومساعدك الشخصي ومسؤول البيت. مسؤول البيت؟ ما كان حدا يشتغل هالشغلة. إيه صح أستاذ، هاي الأملاك استلمها مؤتمنين بعد وفاة المعلم، وهدول المؤتمنين هن اللي وظفونا. السلام عليكم معلم. وعليكم السلام. أنا اسمي أكبر، أنا أخو لفيروز. أنت لا تحكي شيء، بدي أقول لك شغلة، ما رح تضطر تتعامل مع حدا من هالقدم. أصلاً في عمال كانوا هون عم يقبضوا وما عم يشتغلوا شيء، راح اكتب لك قائمة بأسماء اللي لازم نمشيهم. بدي اياك تكتب لي قائمة بأسماء يلي كانوا عم يشتغلوا هون. فيروز كان مثل أخي الكبير. أنت رح تكون حارسي الشخصي.
حياتي بين إيديك. شرف كبير لي. أنا بأمرك، راح أحميك وأفديك حتى بروحي إذا تطلب الأمر. تفضل أستاذ، تفضل لجوا. بقدر فوت؟ فوت كمالي. أستاذ، جهزنا لك الغرفة الرئيسية بالبيت. إذا بتحب روح شوف الوضع، منشان إذا بتحب تعدل شي. غرفة المعلم بهروز رح تتسكر وما حدا رح يستخدمها أبدا. تركها على حالها وما تغير فيها شي. مثل ما بتحب، رح خبرهم بهالشي. وممنوع تقلع أي موظف من هون. بالعكس، بدي اياك تصرف مكافآت للكل. أمرك أستاذ، مثل ما بتحب. في شي تاني؟ إيه أستاذ، بدي أقلك على شغلة. لازم نرجع نسجل كل الشركات باسم جديد. أنا برأيي هيك أحسن، مشان تقدر تبدأ بداية جديدة، لأنه الاسم القديم رح يعمل لك مشاكل. وأنا بقترح الاسم الجديد يكون اسمك. اسمي؟ لا، خلي كل الشركات اللي بدك تغير اسمها تتسجل كلها باسم بي زامير. والله فكرة بتاخد العقل، اقتراح رائع. بيزامير، الباء والزاي هي أحرف من اسمك صحيح؟ معناته أكيد مير هي كنيتك. رح خبر المحامي والمدير بالموضوع. بيزامير. تفضل، هذا مكتبك.
تمام. عم ضايقك بوجودي؟ لا ما عم تضايقني أبداً أستاذ. أنا موظف هون وشغلي بيتطلب ضل بخدمتك وحواليك 24 ساعة. ماشي، اللي بدك شي؟ الجو كتير حلو برا وأنت قاعد هون لحالك، إذا بتسمح لي يعني زبط لك سهرة أو أحجز لك بشي مطعم أو بشي فندق 5 نجوم، بتتعشى برا وبتغير جو، جهز لك المرافقة. أنا بحب العزلة كمالي. أنا بكره الضوجة وما بحب العجقة يلي بلا طعمة. بس أستاذ، لما الواحد يكون حواليه ناس بتهتم فيه بيستمتع أكثر وبيقدر يطلع من شعور الوحدة. وليش لحتى يطلع من شعور الوحدة؟ الواحد بيجي على هالدنيا وحيد وبيروح وحيد، وكل يلي بيعيشه بين الحياة والموت تمثيلية. بس أستاذ، أنت لازم تحضر حفلة السيد رحمن، لأنه هو عامل الحفلة كلها عشرفك وكرمال طلعتك. كرمالي أنا؟ إيه أنا ما بعرفه أصلا. بس أستاذ، هو بيعرفك، الشركات كلها ورجال الأعمال عم يحكوا باسمك واسم شركاتك، كتير منهم شغلهم موقف عليك، والسبب إنك ولي العهد لهالإمبراطورية هاي. أنا ما بستاهل لقب ولي العهد. المعلم بهروز كان هيك وأهله هيك، بس أنا من وين لوين؟ كل الفكرة إنه أنا الحظ ضحك لي والدنيا لعبت معي. بدي أسألك، شو صار بالبيت يلي قلت لك عليه؟ اشتريت لي اياه؟ ايه اشتريناه استاذ، بس انا ما عم بفهم بصراحة بيت بهيك منطقة انت شو بدك فيه؟ بكرة الصبح بدي روح لهنيك، وما في داعي انه ناخد كتير سيارات، انتين بكفونا. وخبر أكبر كمان. حاضر يا أستاذ. فيك تستناني تحت. بس يا معلم، مثل ما بدك. مين على الباب؟ يلا ثواني ليكني جاية. Thank you.
أخي باريزاد؟ شاه جيهان؟ تعا بسرعة بابا؟ تعا شوف مين على الباب. مين على الباب يعني؟ باري كيفك جانو؟ أنا منيح. يسلموا إيديكي. خبروني للموظفين إنك تركت الشغل من شي سنتين، ليش؟ كان صعب إني ضل عم بشتغل معهم، كان الأفضل لاقي شغل تاني. ما أجيت زرتني بكل فترة السجن، أنا استنيتك كتير. ما قدرت، كان عندي شغل ما قدرت إجي زورك. منيح ما أجيت، كانت الشرطة حطتك تحت المراقبة. يلا دخيلك عادي، انسى، رح تيجي تشتغل معي، وكمان عم فكر تعيش معي. لا ما فيني اعمل هيك، انا هيك مرتاح ومستقر. يعني حتى ما بدك تشتغل معي؟ لا، انت هلأ عندك حياة تانية وانا ماني قدها. مبين مو مبسوط طلعتي من السجن، بس لعلمك أنا طلعت براءة، أنا ماني مجرم. بعرف هذا الحكي، أنت مو مجرم، بس الشرطة كتير ضايقتني من بعد ما زرتك، لهيك تركت الشغل وبعدت. هلأ صار وضعي مختلف، ماني لحالي، أنا صار في عندي عيلة هلأ وعندي بنت مسؤول عنها. ما فيني غامر بنوب. بفهمك وبعتذر إذا زيارتي إلك اليوم ضايقتك أو أزعجتك أو خربت لك حياتك. أنا بفهمك. ما تفهمني غلط، أخي باريزاد ما شربت الشاي. بعدين لازم تضلوا تتغدى معنا اليوم. الأخ ما بيطول أبداً بزيارة بيت أخته بالعادة. بالطابق السابع الشقة رقم 7، هاي وراء الشقة باسمك، وهي مفتاحها كمان. بس باريزات أنا ما فيني. ممنوع أنك ترفضها. هي كانت وعد من باريزات القديم لألك، باريزات يلي أنت استقبلته وفتحت له بيتك وقاسمته لأمتك. ما تزعلوا منك،
طيب معقول ما رح تعانق رفيقك؟ بترجاك سامح.